فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك. انت للجميع والى الزملاء الاعزاء. شكرا للزميل عبد العزيز النصر. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، معنا هنا في اطار لقاءات الشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا الموسم 2019-2020، الطريق الى النهائي ان شاء الله يوم 30 مايو القادم في ملعب اتاتورك في اسطنبول. معنا هنا في لقاء ذهاب الدور ثمن النهائي ما بين فريقي نابولي الايطالي وفريق نادي برشلونه الاسباني، في سعي كل منهما لتحقيق الانجاز والتاهل الى المرحله القادمه في طبعا دوري الابطال. لقاء مقام في سان باولو في مدينه نابولي وسط اجواء كبيره. فيليكس بريتش امامنا حكم مباراه اليوم، الحكم الالماني اللي بيعاونه كل من مارك بورش وستيفن لوب وطبعا هارم اوزمر وحكام الفار بار وفيدال، وغيابات كثيرة طبعا عن صفوف برشلونة ممثلة في سيرجي روبرتو وألبا ولويس سواريز وديمبلي، في حين نادي نابولي صاحب الملعب في حراسة المرمى أوسبينا، في الدفاع دولوريلزو مانولاس ماكسيموفيتش وطبعا روي في الجنب الشمال، وسط ملعب فابيان ومع ديمي وزالينسكي، أمامهم كايخون وميرتنز، بالإضافة لإنسيني طبعا قيادة الفنية كيكي سيتيان مدرب فريق نادي برشلونة في أول لقاءاته في مباريات دوري الأبطال بعدما توقف في ملعب السبيرز. أمامنا هنا انطلاقة أومتيتي إلى حارس المرمى، أدي أمامنا هنا في هذه اللقطة طبعا وافق واحد مارس كرات الأمامية على طول من جانب اللاعب بيكيلك في النهاية أمام ليفربول بعد 3-0، خسارة كانت قاسية قوي، كان فريق وكان نجوم لهذا الفريق طبعا فريق نادي نابولي. أدي أمامنا هنا باريس سان جيرمان في العام الماضي وليفربول وأيضا فريق 151 وراؤول 142، وأدي ميسي في طريق إلى هدف جديد لكن إلى خارج الملعب برانا. حتى الآن أمامنا نتيجة اللقاء هي نتيجة التعادل. ميرتنز اللاعب الخطير، ميرتنز أول اختبار رد على كرة ميسي اللي بحساب لانجلي، وبنشوف ساميدو في غياب سيرجيو روبرتو يعني من فرق روما لما أخرج نادي في الوصول إلى تحقيق النتيجة الإيجابية. فرق كرة حلوة قوي لكن توقع وخبرة والتزام وانضباط ويطلع النجوم اللي سجلوا في اكثر من 15 موسم في السيزون. وادي امامنا هنا برنامج في هذه اللقطه كان ممكن يبقى يتعمل برنامج على تمرير الكيخون اللي كان على نادي الميلان في 2012-2013، كرة تبقى اللي جمع تشيلسي برشلونه في 2012. هذا الحكم اللي امامنا فيليكس بريش الحكم في كيخون الالماني الشهير وبيتش بالاضافه لروي اللي ولد في ميونخ واللي عدى اربعه نهائي الدوري الاوروبي اشبيليا وبنفيكا اللي كان في تورين، والطريقه اللي ينجح فيها في ايقاف خوسي هل يكون ليها دور يلعب كره حلوه قوي بدال يلمس بدال و14 هزيمه على طول لاعبي نادي نابولي، الضغط القوي من جانب لاعبي فريق برشلونه وممكن في انذار هنا. ادي امامنا بوسكيتس، بقول لحضراتكم سيرجيو بوسكيتس مهدد في حاله حصوله على انذار بالغياب عن مباراه العوده هو وسميدو من جانب نادي برشلونه وكوليبالي ويورينتي، ولكن كلاهما يغيب عن مباراه اليوم وعن نادي نابولي في هذه المواجهه. غياب راكيتيتش الى ميسي، المساحات الصعبه ميسي امامنا الى الكت العالي من جانب لاعبي البارسا في محاوله من امتيتي تعود الى المحظوظ. ادي امامنا المحاوله ميسي يطلع كوره لكن شوف ده الدفاع عن التعادل السلبي القائم في هذه المباراه. حتى الان بص سيكون النهارده بيبحث عن انتصار، كره العرضيه هنا من جانب ميسي امامنا، الهجمه اللي بيبحث عنها لمسه من جانب ميرتنز يا ولد يا هي 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 نابولي يبحث عن ايام مارادونا وياتي هنا الدولي البلجيكي ميرتنز ويسجل اول اهداف اللقاء في الدقيقه 29. ميرتنز اللي امامنا اللي عنده 120 هدف في كل المسابقات مع نابولي لكن ياتي اغلى الاهداف ويشعل ملعب سان باولو. ملعب سان باولو هنا في حاله فرح كبيره لان ميرتنز سجل من خلال الهجمه اللي بيعتمد عليها، المؤشرات كانت واضحه وميرتنز سجل هنا في هذه اللقطه. دينيس ميرتنز بص الكره ملعوبه حلوه قوي، كره ملعوبه حلوه قله الخ
الخبرة اللي عنده جونيور، لكن شوف الانطلاقة من جانب اللاعب زايلينسكي. زايلينسكي البولندي الدولي يلعبها للبلجيكي يثبت فيها تير شتيجن، ما يقدرش عليه، ما يقدرش عليه تير شتيجن، لأن ميرتنز ايه وضع الكرة بشكل رائع، ملفوفة حلوة حلوة حلوة، صعبة جدا جدا. هدف اللقاء الأول 21 هدف، لكن بهدف غالي جدا، هدف غالي جدا عن طريق الفرق اللي بتقفل زي اتلتيكو مدريد. ادي كوره من راكيتيتش مع ميريك هيمشيك، على فكره تساوى ميرتنز حتى الان، وادي امامنا الكرات اللي بيحاولوا من خلالها لاعبين بشكل مميز جدا. مباراه التحرك من جانب سيميدو لكن مش تساوى، هو تخطاه خلاص، لكن المهم في هذه اللقطه ان ياخذ لقب كان للبارسا في 2015. ادي امامنا هنا اوسبينا، كذلك في ظهر جونيور، شوف تبادل كرات من جانب لاعبي نابولي، عاملين مباراه حلوه. لورينزو اللي سجل في مرمى اليوفي، كايخون بالعرض يا ولد يا ولد، وبريش يدي كره لنابولي، ونابولي يبحث على هدف ثاني، كره راسيه اللي فاتت. ادي الخطا الكبير من جانب فيرمو، وادي التمرير زايلينسكي، وادي امامنا سينيدو مش مغطي بشكل مميز في اللقطه الماضيه، يعاقبه على طول ميرتنز ويسجل هدف جميل في الدقيقه 29 من عمر. هذه كيفيه والامور اللي بتحدث والترحيل اللي بيتم، وادي كره اخيره الحارس تير شتيجن. ادي لمسه المره دي من جانب فيدال 37، انه يوصل لاعبي نادي برشلونه المعروفين بالسيطره والاستحواذ. فاتي الاسماء الاقرب للمشاركه لتحسين الصوره والاداء، جاتوزو بصوره رائعه وتقدم رائع بهدف عن طريق ميرتنز سجل في الدقيقه 30 من عمر المباراه. جاتوزو يتفوق على سيتيان في اول لقاءات سيتيان في دوري الابطال، هدف لنابولي لا شيء لنادي برشلونه. لقاء الذهاب دور ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليج 2019 2020. اقل كلمه سريعا للزميل عبد العزيز الى اللقاء. شكرا للزميلين علي محمد علي، وايضا في لقاء تشيلسي بايرن الزميل يوسف سيف. هنا تقدم لميرتنز اصبح برصيد 121 هدف، الهدف التاريخي لنابولي. نادي برشلونه الذي بدا عاجزا تماما نتيجه البطء في التعديل، عشان يبقى عنده تساوي مع هيمشك في عدد الاهداف التاريخي كيلات نابولي، وايضا يغيب يورانتي. امامنا انطلاقه، محاوله من جانب اللاعب من جانب لاعبي نادي برشلونه. ادي ميرتنز بوسكيتس اللي خلي بالك عندك امكانيه الايقاف لو خدت انذار، يقول له تاني مره خلاص بوسكيتس هيغيب عن اللقاء القادم. بوسكيتس اول الغائبين عن المباراه القادمه، وبالتالي لن يكون في التشكيله امام نادي نابولي في لقاء العوده. بوسكيتس وسيميدو اللي هم مهددين، تدخل عنيف يستوجب انذار لانه حذره مره واثنين، والمره دي بقى الثالثه، كانت الثالثه ثابته والانذار في اللقاء، لقاء لم يشهد اي ركله ركنيه حتى الان. لم يشهد اي ركله ركنيه. برشلونه بلا فرص لان جاتوزو اغلق المساحات وعمل رقابه صارمه على ميسي وبطء يونايتد في 2009. انطلاقه المره دي لمسه من جانب سيميدو لكن بعيد بعيد. هو البولندي 9 اهداف، ميلك القادم كان ومع انسيني، ويبقى طبعا في المقدمه ميلك اللي دخل. يطلع راكيتيتش امامنا والتبديل في مرمى دورتموند. امامنا هنا استلام، تحرك المره دي رايه وتسلل، رايه وتسلل، في تسلل، في تسلل، في تسلل في اللقطه الماضيه. هل هناك تسلل على اللاعب سيميدو؟ دي امامنا الفار، ويبدو هدف التعادل، هدف التعادل ياتي عن طريق جريزمان، هدف التعادل ياتي عن طريق جريزمان. امامنا هو حكم اللقاء والقرار، وهدف لنادي برشلونه عن طريق جريزمان. امامنا في خطا وهفوه دفاعيه تكلف الفريق، سيميدو يصنع امامنا هنا هدف التعادل لجريزمان. شفت حكم اللقاء اهو ينتظر الامور وحسم الامور بهذه الكره وهذه الطريقه. هذه التمريره مفيش تسلل، مفيش تسلل، ده سيميدو الراجل امامنا هو عاملها كمان من يعني الـ الامام للخلف، ما فيهاش تسلل على جريز. في مباراه اليوم المباراه تتغير، تاخد يعني مضمون. انسيني يا ولد عبده، انسيني انسيني شجن. من الان تقدم الاعمار وتقدم السن من ضمن البدلاء موجود ايضا كان عليه شكوك. تدخل عنيف بقى المره دي، تدخل عنيف. هنا كره من جانب ملك، ممكن هدف جديد يضيع كيخون ويتالق تير شتيجن. لا تير الى فيدال، الحلول بس يا ولد على فيدال، حطها حلو قوي. وادي تدخل قوي في اللقطه الماضيه ما بين اوسبينا وما بين ميسي، وميسي بيطمن على اوسبينا امامنا اهو في هذه اللقطه، ويعني التحام قوي قوي، لكن كره خطيره. بدات تظهر المساحات، بدا لاعبي نابولي يخرجوا من حاله التركيز العاليه اللي كانت عندهم والتماسك اللي كان موجود، بفضل ان لاعبي البارسا اصبحوا اكثر سرعه،
وسجل 13 هدف في الانديه الايطاليه كان كلها طبعا في ملعب انسيني. انسيني يلعب كره بالعرض، ادي امامنا هنا جونيور، جونيور تحس بشكل مميز جدا الى روي، لكن شوف التدخل و17 في كاردف اللي جمع ما بين ريال مدريد ويوفنتوس.